لا تشوفوا بعد، لا تشوفوا بعد، لكن هاني لكن هاني دن مشاهدين تبع قناة شوف، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطاف مدينة الدار البيضاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، حنا كنتواجدوا أمام مستعجلات موريزغو مدينة الدار البيضاء ولا مستعجلات ابن رشد. لا حول ولا قوة إلا بالله، السيدة ضحية الحب، ضحية العشق، ضحية يعني مجموعة من الأمور، العلاقات التافهة. يعني السيدة بل معنى أنا غادي نسميها علاقات تافهة اللي ما عندهاش واحد الحل، يعني الوعود الكاذبة. يعني دائما الوعود الكاذبة ما كيخرجوا على العلاقات، كيخرجوا على الناس، كيخرجوا يعني ضحايا بزاف منهم. يعني حنا غادي نعاودو نذكركم واحد الشابة اللي شعلات في راسها العافية، أو كيف ما كيقولوا شهود عيان أنها شعلات في راسها العافية، أو لا هي كتهم العشيق ديالها بأنه هو اللي شعل فيها العافية. لا حول ولا قوة بالله، هادشي وقع في المنطقة ديال حي حسني مدينة الدار البيضاء، يعني في حدود الساعة تقريبا 9 مساء. يعني هاد الشابة هادي كتقول هي على حساب القول ديالها داخل المسجلات كيف ما قالت لهم أن العشيق ديالي هو اللي شعل فيه العافية، ولكن كاينين شهود اللي كانوا حاضرين كيقولوا بأنها هي اللي شعلات في راسها العافية. يعني مازال حدود ساعة علامة استفهام، مازال التحقيق جاري من طرف رجال الأمن مشكورين باش يعرفوا الحقيقة ديال هذا الأمر هذا. يعني الشابة في هذه اللحظات تم النقل ديالها يعني مستعجلات موريزغو مدينة الدار البيضاء بالضبط في المنطقة ديال الحروق 34، يعني وما معاها حتى شي واحد من الأسرة ديالها. لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ما تم النقل ديالها للسبيطار الحسني، والسبيطار الحسني بعدم اختصاص لأن الحروق ديالها خطيرة بزاف، تم النقل ديالها لهنا سبيطار موريزغو مدينة الدار البيضاء، فكنتمناو ليها الشفاء يا ربي. يعني هاد العلاقات والوعود الكاذبة دائما ما كيأديو لحالات مثل هذه الحالة هذه كيف ما كتشوفوا معنا، الشابة اللي تحرقات بحروق خطيرة بزاف. يعني الأمن مشكورين ديال منطقة الحي حسني مدينة الدار البيضاء، يعني كيقوموا بالواجب ديالهم يحققوا من أجل معرفة اللغز في هذه القضية هذه، فكنتمنوا أنهم يعرفوا الحقيقة في أقرب وقت. يعني تقريبا الساعة 9 أو 8:30 هذه الشابة شعلات في راسها العافية في المنطقة ديال الحي الحسني. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الشاب راه قدم راسو رجال الامن، يعني الشاب قدم راسو رجال الامن وكيقول بانه هو مش عاش فيها العافيه، وكاينين معاه شهود عيان اللي كيقولوا بان الشاب جا هو وياها وجابت وحده القهوه وفعلات في راسها العافيه تما. فعلاش هادشي كامل؟ هادشي كامل علاقات والوعود الكاذبه اللي منها والو كيأديو دائما لهادشي هذا. يعني فكنتمناو كنتمناو كنتمناو لها الشفاء يا ربي، الله يجيب لها الشفاء. غادي نعاود نذكركم بان الشاب العشيق ديالها راه قدم راسو رجال الامن في منطقه ديال الحي الحسني، وكيقول على اللسان ديالو بانه هو ما شعلش فيها العافيه، بانها هي اللي جات في وحده القهوه وشعلات في راسها العافيه. رجال الامن صراحه كيقوموا بالتحقيق ديالهم من اجل معرفه ملابسات هذه القضيه هذه ومعرفه اللغز ديال هاد العشيقين اللي اهتز الرأي العام تحت هذه القضية هذه. فالآن راه دخلوها المنطقة ديال 34 سبيطار موريزغو، مازال حدود الساعة ما كايناش الأسرة ديالها، ما كاين حتى شي واحد معاها. يعني الحروق ديالها خطيرة، الحروق ديالها خطيرة. غادي نعاود نذكركم حروق ديالها خطيرة. مرحبا زيد. ندخلوها 34، مازال حدود ساعة ما مات شي واحد.
شعلت فرنسا العافيه منطقه ديال الحي حسن. زيد قول 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 عايز وين صافي كل مبارك صافي نوالي الله يجيب ليها الشفاء الله يجيب ليها الشفاء. غادي نعاود نذكركم مشاهدينا الكرام يلاه تحقوا بنا في البث المباشر عاشقين كانت مع العاشق ديالها كانوا حدا القهوه هي كتقول على اللسان ديالها انها هو اللي شعل فيها العافيه شهود عيان كانوا حاضرين كيقول بان هي اللي شعلت فراسها العافيه في المنطقه ديال الحي حسني مدينه الدار البيضاء يعني الحروق ديالها خطيره بزاف. الشاب قدم راسو لرجال الامن ومعاه شهود عيان كيذكروا بانه هو ما شعلش فيها العافيه اللي شعلت فراسها العافيه. تم النقل ديالها لمستعجلات سبيطار الحي حسني مدينه الدار البيضاء. بعد ذلك تم النقل ديالها هنا للمنطقه ديال ابن رشد موريزكو مستعجلات موريزكو دخلوها المنطقه ديال 34 الحروق ديالها خطيره بزاف. والحدود الساعه مازال كاين راسها ما معاها لا عائلتها لا حتى شي واحد. يعني دائما هاد العلاقات الغراميه والوعود الكاذبه ما كيديو لمثل هاد الحالات هادو. فالله يجيب ليها الشفاء لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدينا الكرام غادي نعاود نذكركم حنا امام مجريزكو وشابه راه دخلوها المنطقه ديال 34 المنطقه ديال الحروق. مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على امل نلتقاكم في بث مباشر ان شاء الله. الى اللقاء.